هذا المشروع غادي تقدر التكلفه ديالو بحوالي 14 مليون ديال الدرهم في المرحله الاولى ديالو اللي هي ديال الكروزوف. هذه المرحله غادي تتم في 6 اشهر من يعني المرحله ديال الكروزوف غادي تكون في هذا الوقت هو كافي بالنسبه لاعاده التهيئه ديالو، وغيضم مرافق متعدده. غادي يكون فيه لي زيسباس دو سيرك، غيكونوا فيه لي زيسباس دو ريبيتيسيون، يعني غيتيح لمجموعه من الشباب المدينه يمارسوا الثقافه ديالهم والفنون ديالهم كيف ما بغاو. هذا المشروع غادي يكون فيه كذلك مقر للترفيه، غادي يكون فيه مقهى اللي كيستقبل جميع الفئات العمريه وجميع الفئات المجتمعيه كذلك. يعني كذلك الاركتيكتور ديال هذا لو بروجي سي اون اركتيكتور اللي هي كونتمبورين، اون اركتيكتور qui montre le, comme quoi le projet il identifie le symbolisme de la région. Il a l'artouf la façade ديالو راه تخدمات على شكل des fibules ou على شكل معينات qui ont été représentées de telle façon à ce que dit que la fibule il y a le رمز ديال سوس تعاودات يعني لا ميتافور ديالها بور اتر سو فورم دو هاد لا دوبل بول اللي هي غطات المشروع، لاننا بغينا نعطيه واحد الصوره جديده لهاد المشروع اللي كما كنعرفوا قديما كان هنا. يعني بغينا نعطي واحد الصوره جديده لهاد لو بروجي، وكنتمناو يكون الامور كلها تدوز بخير وعلى خير وشكرا. اليوم كتعطى الانطلاقه لاشغال ديال التاهيل وتجهيز هذه المعلمه الثقافيه بامتياز، هذه المعلمه اللي ستتحول الى دار الفنون حسب واحد المقرر ديال المجلس في يوليوز 2018. وهذه المده كلها كان لازم للقيام بواحد المجموعه ديال الاجراءات التي يستدعيها هذا التحويل. هذه المعلمه اللي كنشكروا جميع الشركاء اللي ساهموا في الاعداد ديالها وفي الاخراج ديالها، وعلى راسهم السيد والي جاسوس مساء وسيد رئيس الجامعة، سيد رئيس الجهة، جميع الفاعلين، أيضا شركة تنمية شركة تنفيذ مشاريع الجهة اللي أيضا خذت هذا الملف بواحد القوة، واللي هذه المعلمة على واحد 11 أزيد من 11 ألف متر مربع لواحد المساهمة ديال الجامعة ديال 4 مليار وديال الجهة مشكورة ديال 4 مليار، على أساس أن الأشغال ديال البناء غادي تكمل خلال واحد 6 أشهر. هذه المعلمة اللي غادي تعطي واحد المركب موسيقي اللي الناس ديال اكادير ولا الناس ديال الجهه كلهم كينتظروه وكلهم باغيين يسجلوا ولادهم في هذه المعلمه. الاقبال الكبير على المعهد الموسيقي بين بان هذه المعلمه غادي يكون عليها واحد الاقبال ازيد واكبر من الجهه ككل. فيها ايضا قاعه للرقص، قاعه للعروض، قاعه لمعارض، قاعه لانشطه ثقافيه، غيكون فيها واحد المقهى ثقافي اللي غيكونوا فيه لي ديبا وغتكون فيه التلاقي ديال المثقفين ديال المدينه وديال الجهه. اذا بشرى لساكنه اكادير، هذه المعلمة ستعطى انطلاقتها وإن شاء الله في خلال واحد 6 أشهر تكتمل أشغال بنا وغيبدأ التجهيز. وشكرا والسلام عليكم.